يحيى تحسن الحمد لله، ما كنتش قادر استحمل حالته، كان بيروح مني وقعدت كنت هروح فيها، ما صلبتش طولي غير لما عرفت انه بقى احسن. بس الدكتور بيقول انه ممكن يتنكس تاني بعد الشر، يعني مفيش حل غير انه يشوف امه ويطمن انها موجوده وتيجي تقعد معاه، ما تسيبوش. وخيرني بين حلين ألعن من بعض، ان اخليهم ياخدوا لها يقعد معاها ويبعد عني، او اني اوافق انها تدخل بيتي تاني بعد كل اللي عملته. يا حياة تعبتني، المرة دي مفيش حل غير اللي الدكتور قال عليه، ولا هتستريح حضرتك لما الولد يروح مننا؟